دكتوره غدا، من خلال الندوات بتاعت حضرتك اللي انت رحتي حضرتيها علشان بتدي زي ما بنقول طاقه ايجابيه او بتوعي المصابين بمرض السرطان او السرطان الثدي، ايه اكتر حاجه شفتيها قلق السيدات او البنات؟ يعني اكتر حاجه قلقانين منها، وكمان السن، الاعمار، مين الاعمار اللي بتحضر الندوات دي؟ والله احنا يعني من خلال المؤسسه بنروح في كل الاماكن وفي كل بنوجه لكل الاعمار. هو عايز اقول حاجه بس، هو يعني المرض على قد قسوته في كمان جانب اجتماعي مش ظريف خالص. كتير قوي بنسمع عن اسر بتتفكك من نتيجه ان الزوج اصابها في السرطان ده والزوج بيتخلى عنه. دلوقتي بدايه كنتش اعرف، ما كنتش واخده بالي، بس من خلال الجلسات المسانده دلوقتي للدعم النفسي اللي بنعملها في المؤسسه اكتشفت ان في ناس بتضطهد في شغلها. يعني في سيدات بعد ما بتخف ترجع الشغل بتضطهد، بتعامل انها مريضه، انت مش كفء، انت وهي بتشتغل. ايه علاقه المرض بقله الكفاءه في العمل؟ انا بقى اكتشفت ده، يعني انا يعني حتى عايزين، انا عايزه اعمل حمله حتى ان احنا طبعاً. يعني لا ان إيه كمان، يعني بعد ما كل ده كمان انت بتتعرضي لظلم في الشغل وعدم مساواه، يعني لا اي حد في الدنيا معرض انه بعد لحظه يجي له مرض، يعني دي حاجه بتاعت ربنا. لا في يعني من لاحظت من حالات كتير، لا في ظلم في الشغل، في ظلم اجتماعي كبير جدا. يعني فهي تجربه مش بس تجربه جسديه، لا هي تجربه نفسيه وليها توابع كتير قوي قوي يعني. طيب حضرتك قابلتي مشاكل في الشغل من النوع ده؟ لا الحمد لله، يعني انا قابلتي نوع من الاضطهاد او ان حد تعامل معاكي بشكل غير لائق؟ لا انا الحمد لله ما قابلتش يعني، ولو ان انا بعد ما خفيت يعني انا ما كنتش قادره على التدريس لان كنت بدرس اطفال صغيره قوي، فاتجهت للعمل الاداري، وبعد كده بقى دلوقتي بشتغل في المؤسسه. طيب الجديد عند غدا ايه بقى؟ يعني ناويه تعمل ايه في مجال سرطان الثدي؟ يعني انا عايزه يعني ادافع عن حقوق المريضات، يعني عايزه اشوف، شايفه ان هم مضطهدين او يعني متاكل، عايزه اتكلم أو من عايزه اتكلم عن لسان حالهم. في نوع تاني من المعامله ان هو يعني الاطباء المعالجين وخصوصا اللي بياخدوا علاج مش خاص ما بيتكلموش معاهم، ما بيفهمونهم، مش مفهمينهم الاعراض الجانبيه، مش مفهمينهم اللي بيحصل لهم ايه، بيتوهوا جامد قوي، مش عارفين يعني تايهين، يعني بيجوا لما يتكلموا معايا انا فاهمه هم بيمروا بايه، بس انا عايزه اوصل ده برضو للدكاتره، وعايزه اوصل ده لاصحاب العمل، يعني عايزه اتكلم بقى بصفه ادافع عن كل الستات دي.